أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو خالق الخلق ومبتديه ورازقه وكافيه ومسعده ومشقيه، الأمر أمره والتدبير تدبيره، ولا إله غيره، ولا يخرج شيء عن سلطانه، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما يشاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. والصلاة والسلام على إمام الأئمة وبدر التتمة وقمة كل قمة، الناطق بالحكمة والمؤيد بالعصمة، الناصح الأمين لهذه الأمة والكاشف عن بصائرها الغمة. صح عنه قوله: ألا وإني حبيب الله ولا فخر، ألا وإني أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ألا وإني أول من يحرك حلق الجنة فيدخلنيها ربي ومعي الصالحون من أمتي، اجعلنا منهم يا ربنا ولا فخر، ألا وإني سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر. يا سيدي ولي الفخار بسيد، أنعم بجاهك يا عظيم الجاه، الله صاغك من سناه حقيقة من نوره، والنور لا متناهي، إن لم يكن قدري هواك فإنني بئر معطلة بغير مياه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته، أحيينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأورنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد فلقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بنعمة الزواج، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج نعمة كبرى ومنة عظمى، وهو سنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك لما سمع سيدنا المصطفى صلى الله على حضرته أن رهطا من أصحابه استقلوا طاعته،
أي سألوا عن طاعة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما عرفوها استقلوها، قالوا هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما وإني أصوم الدهر كله؟ وقال الثاني: وأنا أقوم الدهر كله. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما سمع مقولتهم سيدنا المشرع استدعاهم إلى حضرته: سمعت أنكم تقولون كذا وكذا، أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا سيدي، علمتنا معنى الحياة وقدتنا للخير والتوفيق والبركات، جنبتنا الزلل الكبير وصمتنا من فتنة تطغى ومن نزوات من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأهوال والظلمات. وبالزواج يتوصل إلى الولد الصالح وإلى الذرية الصالحة. فعن معقل بن يسار في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي أن رجلا جاء إلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. ثم أتاه الثانية فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله على حضرته: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والزواج سبب من أسباب الغنى ورفع الفقر. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولذلك يقول سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: التمسوا، يقول أطيعوا الله فيما أمركم به من الزواج ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، تزوجوا وانظموا أوطاننا أسرا، لا تجعلوا وطن الأمجاد منتثرا، لا تجعلوا البيت والتزويج مشكلة، ويسروا أمور العيش ما عسرا، لا تخشوا الفقر. كم من أسرة شبعت عزا ومالا وفرط خاب وافتقر، ولا تخافوا شقاقا في بيوتكم، بل اضمروا الحب يبقى الحب منتصرا. وما أجمل أن نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم، ما أجمل أن نفتتح أفراحنا وأحوالنا وكل أمورنا بخير بدء وخير ذكر بالقرآن الكريم. ونحن في هذه الأمسية المباركة من أماسيس هذه القرية الطيبة أهلها،
ونحن نشهد بناء أسرة جديدة على كتاب الله تعالى وسنة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع خاشعين مبسطين محلقين في آفاق السماوات العلى إلى قارئ متقن مجيب كريم. ذلك هو فضيلة القارئ الشيخ محمد الخولي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري القرآن على لسانه غضا طريا كما أنزل وأن يفتح عليه فتوح العارفين به إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات خلوا من قبلكم
الله نور السماوات والأرض الله نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله نور الله نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وله لم تمسسه نار نور على نور زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء
يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدوء والآصال يسبح له فيها بالهدوء والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال ليجزيهم
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
الملك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى في الأولى صحف إبراهيم وموسى لا Oh!
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك
وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى فترضى. الله يا سيدك يا مولانا، ايه الحلاوه دي؟ ورضاه امر قلبي ينعكس على القلب. يا سعاده العميد، سعاده الدكتور، الجماهير ورا عاوزين الدكتور محمد الشيخ محمد خولي ينطلق شويه دون قيد او شرط. وزعلانين من خود الموضوع عليه من معاليك والدكتور فيصل. انا ما حطيتش قيود، انا بساعد. سيب الراجل اللي حطيت له قيود. اشوف عشان الموضوع ازاي. انا ما غشش، انا ما غشش. الناس والله العظيم الناس عايزين يرقصوا وعايزين يدخلوا يرقصوا. مش عارف هنرقصوا ازاي. سيب ياخد راحته شويه يا سيدي. اليوم ده شغل. احنا عاوزين نكتر الثواب. الآن خفف الله عنك يا شيخ محمد. يلا يا بابا الدلع براحتك. الله تكمل شوية يا شيخ محمد. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك الرحمن الرحيم.
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى.
الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا رب. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فقال له أحد أصحابه: يا إمام، تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة، وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. وهكذا استمعنا واستمتعنا إلى قارئ متقن مجيد كريم يراعي في قراءته وتلاوته أحكام التجويد والجو المناسب للآيات. وإذا قرأ القارئ هكذا بخشوع يكون بحق يقرأ القرآن حق قراءته ويتلوه حق تلاوته. ذلك هو فضيلة القارئ الشيخ محمد الخولي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله شافعا لنا يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تفضل.